لو انك تسويه بمشروع اللي شبكه عطاس جمعوي على مستوى 20 جلسات تعزيز قضيات وجمعيات تزيد من 20 جمعيه ترافع قضايا الزيارات طبعا المشاركه مع اربع جماعات ترابيه والناس واستعمال الهواء هذا نموذج لكيف نستثمر الامكانات القانونيه تجاه المشروع الجديد الدور الذي اعطته القوانين كلها من الجماعه الترابيه للجمعيات على مستوى الترافع واقتراع قرارات سياسات معينه وتكريم اثارها لهذا جديد التنويه بهذا المشروع. شكرا سيدي.